طيب، من الحاجات المهمة جدا طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي، هل في كده في أي لحظة من اللحظات اعترض على رحيل أي منهم؟ يعني قال لا يا جماعة أنتوا كده بتبوظوا الفرقة، أنتوا كده هو مش من أول مرة يعني، مش أول مرة، اللي هو كان مقتنع بيهم جدا طبعا، وطبعا دورهم الفريق ومؤثرين جدا، إنما في حصل موقف واتنين معاه هو شخصيا، هو شخصيا بعيد يعني عن إن هو يعني ان احنا لا هبقى موجود الاسبوع الجاي، لا بعديها باسبوعين، بعديها بثلاثة، بعديها هو ما عندوش الكلام ده. انت انا جاي لكريم الساعه 10 ونص، انا جيت لكريم 10، انا ماليش علاقتي ماليش علاقه بعلاقتك بالاداره، لا خالص، يعني عقودكم القصه دي انا ماليش علاقه بيها، انا قلت لك تعالى فتيجي. ده يؤثر على العدل في الفرقه، لان هو بيعامل اللعيب الكبير في المعامله زي اللعيب الصغير، لو كويس هيكمل على طول، لو اخطأ لا بيركنه. فهنا هتصطدم برحله كفاح 45 سنه خبره، هو شغال بالطريقه دي بقاله 45 سنه، فمش هتيجي تغيرها تقول له لا معلش، لا 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 خلاص ده بره خلاص، وما بيعاقبش من اول مره، ودي نقطه مهمه جدا يعني، هو بيدي فرصه واثنين، الثالثه شكرا خلاص، لما السما تيجي على الارض لا لا مفيش، لا مفيش، مش هتشوف تاني، لا مفيش، هو ده سر النجاح. سمعت